السلام عليكم. مباراة نظن بأن تنتحسر على ضياع ديال النقاط ديالها. ممكن أننا كنا فريق أكثر حضور في الوقائع اللي حسمت النتيجة. كنا خطأ سجل فريق الرجاء، ثم جاتنا ضربة جزاء ضيعناها. فريق باش يكون تنافس على مراكز متقدمة تنظن ما يمكنش يرتكب أخطاء بحال هذه. عاتبت اللاعبين بين الشوطين على الطريقة اللي تسجلنا بها الهدف لأنها غير مقبولة في هذا المستوى، ولكن تنهنيو على ردة الفعل في الشوط الثاني لأن كنا أفضل. سيطرنا على الشوط الثاني، جاتنا ضربة جزاء مرة أخرى تنضيعوها. تنفتقدوا اللاعب اللي عنده لمسة لف ضربات ثابتة الفركليات لف سميتو ضربة جزاء. نحاولوا نشتغلوا عليه مستقبلا إن شاء الله هادشي، ولكن على العموم الشوط الثاني تيخلي لنا مرتاحين للأداء. طبيعة الحال الهزيمة وردة في كرة القدم، إذا ترتكب أخطاء مع فريق بحجم الرجاء فممكن أنك تنهزم، ولكن العموم من ناحية ديال التصور العام ديال المباراة تنظن بأن عندنا انطباع جيد لأن فريق الرجاء تنظن طيلة المباراة من غير الضربة الثابتة في الأول اللي كانوا بتعطاتهم ما شكلوش عندنا أي خطورة. افتقدنا اللاعب المهم في وسط الملعب اللي هو المسلم. قادينا عدم توازن في وسط الملعب لأن رجعنا أنس الباش اللي كان تعطينا في العمق وكان تعطينا إضافة من الناحية الهجومية، رجعناه وسط هو أمام الدفاع. العموم نتيجة سلبية، ولكن الشوط الثاني تبقى بالنسبة لي أداء مقنع إن شاء الله للمستقبل. جمع إن شاء الله رقم ترجمة. كان عنده غير سؤال، اللاعب أجاكو كان بدا بداية موسم رائع، اليوم دخل تالاخر، لو كان شفنا المباراة لو كان دخل من البداية كان يدافعوا بزاف أفضل. أجاكو في البداية ديال الشطر الثاني ديال البطولة فهو تصاب، داكشي علاش ما بداش معنا، تصاب لمدة طويلة، يلاه رجع للتداري، ما عندوش الإيقاع داكشي علاش ما تلعبوش، لأن لاعبين الآخرين فهم خداو. شفتوا مباريات سابقة لعبنا 6 مباريات متابعة، ما كناش تنغيرو سبحان الله لأن ما كانش عندنا بديل، لأن كون كان أجاكو بديل كان ممكن ندخلوه، الآن هو بدا تيتعافى، الدخول ديالو عطانا إشارة، نتمنى إن شاء الله أنه يكون جاهز للمباريات المقبلة إن شاء الله، لا هو ولا جميع اللاعبين الآخرين. كوتش شفنا اليوم الفشحة بجوج وجوه، وجهة ديال بروميير ميطون وجهة ديال دوزيام ميطون اللي كان أحسن بزاف. قلتي بانك عجبتي اللاعبين في الشوط الثاني، شنو اللي ما كانش عند الفشل في البريمير طون وعطيتي لهم في لا دوزيام طون باش قدروا انهم يخلقوا هاد الفرص كاملين ويكون احسن من الراجل في لا دوزيام؟ حنا كان عندنا التصميم ديال المباراه، كنا الهدف ديالنا من الشوط الاول هو ان ما نتلقاوش هدف، لان الشوط الثاني كنا عارفين غنديروا تغييرات، خاصه ان كنا عارفين ان فين ممكن نخبوا لهم متاعي، ولكن الهدف اللي تسجلنا خاصه الطريقه اللي تسجلنا بها فهي اثرت على نفسيه اللاعبين. غير مقبول تسجلنا هدف بهذيك الطريقه. ثم اننا حفزنا اللاعبين بين الشوطين، عطيناهم تعليمات، بدينا مزيان، جاتنا ضربه جزاء ضيعناها، كانت ممكن تقلب المباراه. التغييرات اللي قمنا بها عطاتنا بعض الاضافه في بعض المراكز، ولكن على العموم الشوط الثاني تنظن بان الاداء ما يخليني الا انني العتاب اللي كان بين الشوطين انه يمشي نستعدوا للمباراه المقبله افضل، لان الهزيمه وارده في كره القدم. اخي السؤال الاخوان سي جمال، سميتو كيصعب سي جمال، الهزيمه ديال اليوم غادي تخلي ان فريق ولد الكاسبي يعني يقرب لكم شيئا ما حاله الانتصار، واش كنت كتشوف يعني فهمت اصلا يعني ما كتشوفش يعني هاد الاربع نقاط اللي باقا يعني يمكن انها تحاول انها تدخل اللاعبين في شيء، خصوصا انهم كانوا لاعبين في اريحيه طيله في الموسم، وبعد كنقولوا ان فريق فتح الرباطي اعتاد على المرتبه الثالثه. احنا الطموح ديالنا هو اننا نمشيو لقدام، لان اسفي الوداد بركان
وحنايا حنا تنتنافسوا على هاد المراكز المتقدمه. الضغط فوق كاين علينا لان مازال مباريات، مازال غنواجهوا خصوم اللي عندهم مؤهلات، وبالتالي اليوم ما يمكن نلوموا الا نفوسنا. اليوم الا ضيعنا نقطه على الاقل فما يمكن نلوموا الا نفوسنا، لان التسجيل كيعطيك بهذيك الطريقه ثم انك تضيع ضربة جزاء فانت اللي ضيعتي النقاط. بالتالي هذا دروس غنستخلصوها ان شاء الله للمباريات المقبله. تنظن بان عندنا لاعبين يقدروا يعطيونا الاضافه في بعض المباريات اخرى ان شاء الله. حنا تنرجعوا في اللاعبين شويه بشويه. اليوم كان معنا السبعوني في كرسي الاحتياط، كان اجاكو غياب لمسح غير جا للمباراه المقبله، وبالتالي عندنا توازن في المراكز ان شاء الله نمشيو فيها ان شاء الله. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس. شكراً.